طبعا إيران يمكن من أكثر دول الشرق الأوسط التي يعني تدرس الدول الأخرى، خصوصا الثنائية الأمريكية يعني. وتتغير سياسات إيران مع تغير السياسات الأمريكية، فإيران يعني دولة تأخذ وتنطي بالسياسة مثل ما يقولون. فأنا أعتقد أنه ممكن جدا أنه إيران اتجاهها يعني انتخاب بوزشكيان، هي تريد أن تكون في هذه المرحلة برئيس إصلاحي، يعني لأن المحافظين بدأوا، المحافظون أستاذ أحمد تحملوا باللهجة العراقية والعربية شال الليلة، يعني فهمتني شلون؟ تحملوا كل شيء، يعني كل حتى أخطاء، بعض أخطاء الإصلاحيين أيضا تحملها المحافظون في عهد رئيسي. فلذلك هم يريدون كسب القواعد الإصلاحية، وشفنا تزايد بالانتخابات، يعني بالجولة الأولى كان 40%، الجولة الثانية قريب 50. هاي قواعد الحركة الإصلاحية أو المتعاطفين مع خطاب بوزشكيان، فهمت؟ نشوف هناك تغيير داخل السياسة والجبهة الداخلية في هذه اللحظة بالنسبة لإيران أهم يعني من الجبهة الخارجية. فلذلك هي تدرس التحولات التي ستحصل في أمريكا والتحولات التي ستحصل في المنطقة. الفترة القادمة لإيران أنا أعتقد ستحاول، يعني هي بينت قدراتها، بينت أنه عدم إمكانية لإغلاق المضائق، عدم إمكانية لدعم الحروب الميدانية كما حصل يعني مع حزب الله ويعني مجموعة إيران في المنطقة، فأظهرت. ولكن هي لا تريد أن تذهب بحرب. استعمل إيران عندها مشكلة اقتصادية حقيقية، إيران الشعب لا يدعم مسار الحرب، الشعب يدعم مسار رفع العقوبات، الشعب يدعم مسار التغييرات الداخلية وفسح المجال للحريات. هذا اللي ما يقوله وما أقرأه في الصحف الإيرانية. ولكن أن تدخل إيران في حرب مفتوحة ستكون يعني الدعم الشعبي لها ضعيف بالداخل. وإيران جربت يعني الصراعات الخارجية، حتى هذه اللحظة لم تحصل على شيء، يعني حتى يعني هي تدعم وتخسر وتعطي إلى الحلفاء دون أن تحصل على شيء، يعني أمد الحرب يستمر دون أن تحصل إيران على مكاسب. حتى الاتفاق اللي حدثته ويا بايدن، اتفاق 7 مليارات، توقف يعني، فلم تحصل على شيء يعني. فأعتقد المرحلة القادمة إيران ستحاول تدعيم علاقاتها مع المحيط واستيعاب قدوم ترامب إذا قدم ترامب، وعدم الدخول بشكل مباشر بصراع مباشر معه، ومحاولة تجنب الصراع، ولكن ليس على أساس إنهاء نفوذها في المنطقة. هذه قضية. طيب. إنهاء نفوذ إيران في المنطقة يعني إنهاء قوة النظام في داخل النظام يعني، فهذه قضية حرجة. فتحاول رسم قواعد اجتماع جديدة الفترة القادمة سيتضح يعني هذا الأمر. نعم.